السلام عليكم ورحمة الله. اليوم عندنا التمرين الثامن، هذا التمرين إن شاء الله راح نتحدث عن أنواع الفعل. موجود عندك جمل ومعطيك يعني حدد لك الفعل، ويحدد لك الفعل بالامتحان ويقول لك اذكر لي نوع الفعل، وهنا هو يعطيك مجموعة أفعال، مجموعة أنواع الانتنسيف والاكستنسيف. طبعا الانتنسيف معناه لينكينج فيرب، يعني معناه أفعال ضبط. الاكستنسيف معناه هي ما عدا افعال الربط، يعني لو يعني هي مو من ضمن افعال الربط الاكستنسيف الاخرى. ستاتيف يعني الفعل اللي ما ياخذ اي ان جي. الدايناميك يعني الفعل اللي ياخذ اي ان جي. الانترانزيتيف يعني فعل ما ياخذ مفعول به. المونوترانزيتيف فعل ياخذ مفعول به واحد. دايترانزيتيف فعل ياخذ مفعولين به اثنين. وكمبلكس ترانزيتيف يعني فعل ياخذ مفعول به وتكمله للمفعول به، يعني لما يكون عندك المفعول به متشابهين، مثلا اي نيم علي، اي نيم ذا بيبي علي، علي والبيبي يرجعون نفسهم اثنيناتهم، فهذا نسميه احنا الكمبلكس ترانزيتيف، يعني الفعل المعقد. هسه هي سطيتكم مختصر عن هذه الافعال، بس هنا اكو ملاحظه مهمه لازم اقول لكم اياها. اغلب الطلاب يصير عندهم ارباك وخربطه بين الافعال، يعني يجي على الفعل يقول ليش شلون يعني يكون الفعل انتنسيف وبنفس الوقت يكون دايناميك، او شلون يكون دايناميك ويكون ان ترانزيتيف، او يكون داي ترانزيتيف واكستنسيف. فاخطا يعني اغلب الطلاب عندها ارباك ويعني خربطه بهذا الموضوع، وانا راح اعطيكم مثال. هذا المثال راح اوضح لكم الاليه او الفكره شنو هي. الآن لو سألتك شنو رأيك بالتدريس على اليوتيوب أو الدراسة على اليوتيوب مقارنة بالدراسة بالواقع مع المدرس الجامعي ومع الأستاذ الخصوصي، فأنت راح تجاوبني تقول لي شوف أستاذ محمد، أنا برأيي الشخصي وأنا هم أجاوبك يعني بشكل عام، كل من راح يعطيني رأيه راح يقول التدريس الخصوصي أو التدريس على اليوتيوب. بالنسبة للتدريس على اليوتيوب، أولا هو يعني اعتبره جيد لانه ما بيصرف اموال هوايه، بدل ما انطي للمدرس الخصوصي او انطي للجامعه كذا مبلغ فاوفر وقت واوفر فلوس عليه، فهو من هذا من جانب الفلوس ومن جانب المبلغ المادي فهو جيد. من جانب الوقت هو ايضا جيد، يعني شو كنت ما انت عندك مجال بدون ما تبدل وتطلع اوقات وسهره وازدحامات مباشره، انت قاعد بالبيت راح تشوف الفيديو وتشوف المعلومة. اعتبرناه احنا جيد، نعتبره احنا ممل. ليش؟ لانه ما بيه تفاعل. زين، لانه ما بيه تفاعل. نعتبره الافضل من ناحية المراجعة، يعني الفيديو موجود شوكت ما تريد تروح ترجع علي، يعني تقدر تكتب ملاحظات وهذه الامور، وهذا نقطة ايجابية. اذا هذا النقاط اللي اخذناها، اذا اعتبرناه كذا لانه كذا سبب، اعتبرناه كذا لانه كذا. فهنا الافعال نفس الحاله طلاب، انت من تقول على هذا الفعل انتنسيف لانه كذا هذا سبب، فكل فعل وحسب الميزه. نجي ناخذ الفعل ونخلي عليه ملاحظات الفعل، يعني ناخذ الفعل ناخذ عليه ملاحظات النوع اللي انا ذكرت لكم اياه، اذا تنطبق عليه الشروط نقول عليه انتنسيف وكستنسيف والى اخره. خلينا نجي ناخذ مثال. اول عندنا الاندرستاند، طبعا الاندرستاند بهاي الجمله راح نعتبره اكستنسيف لانه مو من ضمن افعال الربط، مو من ضمن اللينكينج فيرب. زين، يعني هو مو من ضمن، يعني احفظ انه انت الاندرستاند هو مو من ضمن اللينكينج، وانت ماخذ اللينكينج فيرب مسبقا ومنطق اياهن اللي هم الاز والار والام ومجموعه اخرى، والاندرستاند مو من ضمنهم. ثانيا هو السي ستاتيف. شنو يعني ستاتيف؟ يعني فعل ما ياخذ اي ان جي، وفعلا هو بالجمله هنا ما ماخذ اي ان جي. نعتبره اف مونو ترانزيتيف، يعني فعل ياخذ مفعول به واحد وفعلا هو اخذ المفعول به اللي هو الكويستشن. وهذه الملزمه ان شاء الله موجوده، اللي يريد هاي الملزمه يعلق، انا راح اجاوبه بالرابط مالت الملزمه. زين، يعني بس يعلق، يعني اي تعليق مباشره راح اجاوبه بالرابط مالت هذه الملزمه حتى نشوف تفاعلكم. ثانيا عندنا الفعل ار. الار هو اكيد من ضمن اللينكينج فيرب، اذا راح نقول عليه انتنسيف.
وايضا راح نعتبره استاتيف. ليش اعتبرناه استاتيف؟ لانه هو الار ما ياخذ الاي ان جي، يعني يوم شفت ار بها اي ان جي. ثالثا راح نعتبره اي ان ترانزيتيف لانه ما ياخذ مفعول به، وماكو ار ياخذ مفعول به بالدنيا خلاص. زين يعني ثالثا هي appeared rather old. appear بمعنى ظهر هنا او يبدو. الابير هنا هي linking verb، لذلك احنا قلنا عليها intensive او linking verb، وهي رقم نعتبرها سي ستاتيف لانه ماكو اي ان جي بالجملة. وكذلك احنا راح نعتبرها اي لانه نعتبرها انترانزيتيف ما اخذت مفعول به، وفعلا هذه الجملة هنا هذه صفة. رقم 4 does appearing، من لقيت بها اي ان جي راح تقول عليها هذه دايناميك، هذه اول ميزة بيها. بيها مفعول به؟ لا ما بيها مفعول به، اذا انترانزيتيف. هاي انتهينا من عندها. زين بعد ايش عندنا برقم 4؟ برقم 4 عندنا كذلك هي راح تكون بي اكستنسيف، لانه مو من ضمن اللينكينج فير، لانه مو ولا هي من الاز والار والام ولا جمعتها. رقم 5 اي سي، من ما لقيت بها اي ان جي راح تقول عليها ستاتيف. هنا عندك وات يو مين مفعول به هذا، اذا هاي ترانزيتيف، اذا هذه ترانزيتيف. بعد ايش عندنا؟ هل هي انتنسيف ام اكستنسيف؟ السي يرى اكيد هي راح تكون اكستنسيف، راح تكون عندك اكستنسيف، يعني مو من ضمن اللينكينج فير مثل ما تشوف عندك. عندك المين نفس الحاله بنفس الآلي ونفس الاسباب بالضبط. عندنا لوكينج، يعني انت مش شفتها لوكينج بها اي ان جي، قبل راح تقول عليها دايناميك، راح تقول عليها دايناميك. عندك هنا مفعول به؟ لا ما عندك مفعول به، اذا هي انترانزيتيف. واللينكينج فيرب عندنا بهذه الحاله لينكينج فيرب، يعني هنا رقم 6 لينكينج فيرب راح تكون عندك بي اكستنسيف، يعني مو انتنسيف، مو انتنسيف، ليست من افعال الرب، لان ما اجى وراها لا صفه ولا اسم، لا صفه ولا اسم، ما اقربه، هذا ظرف. يعني بهاي الجملة linking lock مو linking verb بهاي الجملة، ليش؟ لأن ما أجي وراها لا صفة ولا أجي وراها اسم. رقم 7 he offered بمعنى offer، يعني عرض his hand، طلب أنت مرة هنا معنى ما تحتاجه. يعني هنا عندك offered هو extensive يعني مو من ضمن اللينكينج فير، اكستنسيف. دايناميك لانه ياخذ الاي ان جي. ان ترانزيتيف يعني فعل لازم، رقم 7 فعل لازم لانه ما اخذ ان ترانزيتيف، عفوا ترانزيتيف يعني انا هم صفنت يعني. اذا هنا هذه ترانزيتيف رقم 7 ترانزيتيف، لانه يعني انا هم يعني شوفوا طلاب يعني الفهم الماده، يعني حتى اذا اشوف الحال ما مقتنع به. شوفي ازهر انا تفاجئت هنا عندك الهير مفعول به، فشلون يعني بتكون ترانزيتيف؟ لا راح تكون يعني ترانزيتيف. زين يعني فانا ترانزيتيف من ناحيتي انه هي فعل لازم لو فعل متعدي، لا هي فعل متعدي لان تاخذ مفعول به. وايضا تكون شنو تكون داي ترانزيتيف، يعني هي مو بس مفعول به عادي، داي ترانزيتيف يعني تاخذ مفعولين به اثنين. هنا بالامتحان يعني اذا كتبت ترانزيتيف صح، يعني اذا جاب لك ترانزيتيف لو ان ترانزيتيف، لا مثلا قال لك كذا فهي ترانزيتيف، يعني تعتبر شنو نوع الترانزيتيف؟ داي ترانزيتيف اذا قال لك هذي انواع. رقم 8 he is becoming، رقم 8 هي اي ودي واي، اي ودي، اي هي انتنسيف لانه لينكينج فير، بيكم يصبح يضمن لينكينج فير. هي ايضا قلنا دي شنو يعني؟ يعني اخذت اي ان جي مثل ما شفنا، وهي اي ان ترانزيتيف هي ما اخذت مفعول به، هي از بيكمينج اذا ما اخذت مفعول به اي، شوف ان ترانزيتيف.
لأن هي أخذت تكملة، أخذت تكملة للمفعول به، تكملة للفاعل. زين، إذن هذه هي subject complement. زين، رقم 9 بي، هي he's she chooses بي، لأن هي extensive لأن مو من ضمن linking verb. هي أيضا دي لأن هي dynamic، أخذت يعني تأخذ ing، he's choosing يعني عادي choosing مرة بيها ing. وهي F يعني mono transitive، وهي أخذت مفعول به فعلا، he chooses her clothes، clothes يعني هي تختار ملابسها، مفعول به واحد. يعني I write my book، أنا كتبت كتابي، كتابي هنا هو مفعول به واحد. رقم 10 her mother ما أعرف هذا الفعل هو شنو هنا، ميد اعتقد ميد، هو بي اكستنسيف لانه هو من اللينكينج فيرب بي. هو دي ايضا يعني ياخذ اي ان جي، وهو جي يعني اخذ داي ترانزيتيف، اخذ مفعولين به. رقم ال 11 elected رقم 11 هي راح تكون بي، ليست من ضمن اللينكينج فير، راح تكون دي داخل اي ان جي، وراح تكون ايضا رقم 10 راح تكون عفوا 11 اتش، راح تكون اتش يعني شنو؟ يعني كومبلكس ترانزيتيف. هي از الكتد هيم بريزيدنت، اي تشوز هيم بريزيدنت، لان عبارة هنا الالكتد يعني اختار، اذا راح تكون complex verb بمعنى المفعول به الأول والثاني يرجعون إلى نفس الشخص. Her election made him very very ما كلمة واحدة منها. He made him، هم هنا مفعول فعل، هنا الهم هي نفس الحالة بالضبط، راح تكون be يعني extensive، راح تكون ايضا دي يعني دايناميك تاخذ الاي ان جي، وراح تكون ايضا اتش بمعنى كومبلكس ترانزيتيف، لان يعني هو شوف الميد والالكت والسلكت ذني كليتين يكونون كومبلكس، انا حتى منطيهن يعني بفيديوهات سابقه. هذا هو تمرين 8، تمرين متعب يحتاج واي شرح، يحتاج واي تعب، فحقيقه كلش تعبت بيه. اتمنى تقدرون هذا التعب وتشتركون بالقناه و ترسلون هذه الفيديوهات لزملائكم بالجروب. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.